السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين ديالكم ارخيلينو تشينغون. هنا من المكسيك حنحكي لكم على المطبخ المكسيكي. ما تنساش برك دير لايك ابوني وبارطاجي مع احبابك. رانا جايين. اذا كنت تمشى في شوارع ديال المكسيك، الحاجه الاولى اللي تنتبه ليها هما لي بيرو لي تاكوس على كل انواع ديالو. اللي مكسيكيين ياكلوه في كاع الوجبات تاع اليوم، من الفطور تاع الصباح حتى العشاء. في كل المكسيك يتنوع التاكوس على حساب واش كاين فيه الداخل والكيفيه كيفاش يقدموه. والمكونات ثلاثه اللي لازم يكونوا في التاكوس الاصلي المكسيكي: الحاجه الاولى تورتيا، هي تشبع الخبز اللبناني. القطر ديالها يكون بين 5 و10 سنتيمتر، بصح المعظم ديالها من طاحين الذره مايس، وكاين واحد اخرين من القمح، وكاين من طاحين الذره الاخضر، يعني ماشي طايب. بصح هذه التورتيا الغذاء الاول في المكسيك، ما يديروهاش غير على جال التاكو، بصح التاكو ما ياكلوش بلا تورتيا. وقبل ما ناكلو التاكو لازم نطويو التورتيا، وكي طويها تبان النص، ومن هنا يجي اسم التاكو من لغه النواطل اللي هي اللغه قبل الاسبانيه اللي كانت هنا في المكسيك ومعناها نصف. الحاجه الثانيه هي صلصة، هي مرافق للتاكو بصح ما يقدروش يتخلاو عليها، وهم يحطوها في اوعيه صغيره وغالبا يستفوها على المستوى تاع الحروب من الحلوه حتى الحاره بزاف. واللي معروفين بزاف هي صلصة بيردي معناها الخضرة، وصلصة الروح معناها الحمرا. والمكون الثالث وهو الأهم اللي هو الحشو لافارس، وهو اللي يمد النوع تاع الطاكو. في المكسيك كاين اكثر من 60 نوع من الطاكو، ودوكا نحكي لكم الاهم من هادو 60، يعني الاهم في مكسيكو سيتي. الطاكو الاولاني اللي ياكلوه مع الصباح هو تاكو دي كاناستا. كاناستا معناها مقفى، يبيعوها في الصباح حتى الظهر، يمدوه في طرتية صغيرة موجدة من قبل، يخبيوها في هذه القفة بعناية باش تحافظ على الرطوبة تاعها والذوق تاعها، وتكون غالبا محشية بالبطاطا مغلية، اللوبيا الكحلة، خضرة من داك الدجاج، واللحم البقري الملح. تاكو دي جيسادو، والجيسادو معناها طبيخ، يديروه من الأطباق المكسيكية اللي معروفة لهنا، مثلا المولي، اللحم المفور، بطاطا مع الدجاج، يديروا كذلك الكابل، وكاين فلفل الحلو المحشوب بالجبن. وهاد التاكو يزيدوا له الرز واللوبيا السوداء. هذه اللوبيا السوداء تلقاها في كل الأطباق المكسيكية. كاين كذلك كارنيتاس، وهو غالبا ما يكون من لحم الخنزير، طيب غير بالزبدة ولا بالزيت فقط. تاكو دي بيستاك، مصنوع من لحم البقر، يقطعوه على شرائح رقيقة جدا. مر ما يطيبوه يقطعوه الى اجزاء صغيرة بزاف، على حسب الطالب يضيفوا له الجبن. لازم الزبون هو اللي يخدم التاكو، علاش؟ يمدوا له اللحم منفصل على التورتية وهو يخدم كما راكم تشوفوا. تاكو الباستور، وكان ربح احسن طبق في العالم سنة 2019، وهو المفضل عند المكسيكيين. غالبا ما يكون من لحم الخنزير، يقطعوه الى شرائح ويتبلوه ولا يمارينيوه مع انواع من الحار والفواكه، ويطيبوه على طريقة الشاورما، يقدموه في تورتية صغيرة مع قطعة من الاناناس ولا فاكهة. والتاكو الاخير هو التاكو العربي، اصله من ولاية بويبلا، وهو نوع مكسيكي من الشاورما اللي كانوا جابوه المهاجرين العرب في سنوات العشرين، ويقدموه على الخبز اللبناني. وكاين مثلا اللي يقدموه على تورتية تاع الفارينة، وهو غالبا يكون من لحم الخنزير المتبل ولا ماريني بالبصل والزعتر والليمون وصلصة تشيبوتلي والسكر البني والخل ومكونات أخرى.